هي مدينة أغمات، وهذه المدينة اللي اليوم هذا الاكتشاف الأركيولوجي، وهنا مرة أخرى نركز على أن الدور اللي كيلعبوه الأركيولوجيين والتاريخيين والمؤرخين في هذا المجال هو ضروري جدا، لأن هي مدينة عتيقة كمجموعة ديال المدن العتيقة اللي كتعرفها المملكة المغربية، ولعبت واحد الدور تاريخي في تاريخ المملكة المغربية، ونفتخر بهذا العمل اللي قاموا به وهذا التعريف اللي غيخلينا نزيدو نأكدوا على الدور اللي لعبوه المغرب آنذاك تاريخ المنطقة، إلا خصني نقول في تاريخ العالم، يعني العالم كان يعني السونتر ديالو جا في هذه المنطقة العربية الإسبانية آنذاك، وطبعا المغرب كان لديه واحد الدور كبير، حتى أن هذا الاكتشاف خلى الباحثين والمؤرخين يذكروا بأن لاموني يعني كان المغربي آنذاك كان بحال الدولار، بحال المفهوم ديال الدولار اليوم، وهذا كيبين على الدور اللي كان كيلعبوا المغرب في المنطقه. بالنسبه لوزاره الثقافه مره اخرى، الهدف هو يعني يدار واحد يدار استثمار في هذا المكان باش نعرفوا، باش يجيو مره اخرى السياح يزوروه ويشوفوا آنذاك كيفاش كانوا كيعيشوا جدنا اللي خلونا في الاخير هذا المغرب اللي كنعيشوا فيه اليوم. انا دائما كنقول بان نبنيو مغرب المستقبل والغد، لابد نزيدوا نعرفوا الماضي ديالنا والتاريخ ديالنا، وعبر هذه الاكتشافات راه كيف ما شفتوا قبيله تكلمنا على الزليج، تكلمنا على مجموعه ديال الاشياء اللي مابغيش يكون هو بصفه جواب لما يقوله هنا وهناك، ولكن مره اخرى العلم والتاريخ هو اللي كيجهد ما قامت به هذه المملكه في تاريخ هذه المنطقه. شكرا. Thank you.
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.